عيش لحسين عادة بحرينية جسدت خلال عشرات السنين صوراً أصيلة من صور التعايش والتراحم والتماسك المجتمعي الذي يتفاخر به كل بحريني. نحن متمسكين بالحطب لأن هذا كان من تراث آبائنا وأجدادنا من قديم الزمان. كان هذا الحطب له قيمة الأول لأنه ما في غاز، ما في وسائل، ما في لهادة، وظلت العادة هذه ماشية ماشية ماشية. نشتغل في البيوت لسنة تقريباً إلى تقريباً 77، وبعدين بدينا بهذا فكرة المضيف 2003. طبعاً هذه الكمية اللي احنا نسويها تتوزع على المالتشي والمنطقة كلها، المنطقة الغربية بأكملها، بالإضافة إلى مدينة حمل جميع دواراتها تنزل إلينا تأخذ، بالإضافة يجونا بعد من المحرق، وردراتي ناس يطلبون بركة من المحرق ومن الرفاع ومن الحصام، يجونا لي ومن الجسرة ما شاء الله واجد يجونا، الحمد لله رب العالمين. من الصبح يعني نصلي صلاة الصبح سيدة نبتدي العمل، نجي أول شيء من نجي يقطعون البصل والخضرة وكل شيء من الليل نبرز يعني الآلو والخضرة ونغسل الدجاج واللحم، بعدين نحطه على الضوء نبهره. طبعا الطباخ التقليدي ألد وأنظف وأحسن على الحطب، على الحطب ويد عامل بحريني نظيفة، غير يعني متعطي الأجنبي ما تثق فيه وش يعني من ناحية التنظيف، بس البحرينيين معروفين بالنظافة والإعداد والطباخ اللذيذ.